توج لقاء مجلس الأعمال الجزائري السعودي بإطلاق 5 مشاريع في مختلف القطاعات، مشاريع من شأنها توسيع حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر وتعزيز حجم التعاون التجاري بين البلدين. أطلقنا اليوم 5 مشاريع ل4 شركات سعودية مستثمرة في الجزائر وموجودة أصلاً. المشروع الأول في صناعة الكيماويات غير العضوية، والمشروع الثاني في معالجة المعادن، والمشروع الثالث في صناعة الأدوية، والمشروع الرابع في صناعة الورق الصحي، والمشروع الخامس لإنتاج العصائر والمشروبات ذات الجودة العالية. على بالكم الأدوية كان سكون أبل الزوتوريزيسيون دو مي سيغ لو مارشي ليزامام، يعني احنا الآن حصلنا على 4 ولكن على الأقل 10 باش نبدأ إن شاء الله بدون توقف. عروض لفرص الاستثمار والامتيازات التي تمنحها الجزائر لجذب المزيد من المستثمرين السعوديين لمضاعفة قيمة الاستثمار السعودية بالجزائر والتي لا تتجاوز 2 مليار دولار. أؤكد استعدادنا التام لبعث شراكة صناعية فعلية في المجالات التي نحوز فيها معا على مؤهلات على غرار الصناعات الكيميائية، الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية خصوصا، وأن النسيج الاقتصادي في البلدين له من الإمكانات والكفاءات ما يمكنه من بلوغ الأهداف المرجوة. من جانبنا فعلا التبادل التجاري وصل إلى حوالي 500 مليون دولار، وهذا رقم ضئيل ومتواضع جدا، لكن هناك تحديات لازم أن نعالجها، وهذه التحديات تحديات بعضها بيروقراطي وبعضها إجرائي وبعضها تشريعي. لقاءات ثنائية بين البلدين بغية تعزيز التعاون التجاري الذي لم يتجاوز 573 مليون دولار خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية، الرقم الذي لا يرقى لمستوى طموحات الدولتين.